أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص أراد أن يذهب للحج وخرج من الرياض، ولكن أصحابه قرروا أن يذهبوا للمدينة للزيارة وبعدها يذهبون للحج، فهل فعلهم هذا صحيح؟ نعم، لا بأس. قلنا أن زيارة المسجد النبوي تشرع قبل الحج أو بعده، إذا كانت قبل الحج أيسر لهم فلا مانع. طيب، هذا يفعلون الأيسر لهم. نعم.